سعيد الشاقمه شنيه؟ ايه دير اي بوليس دير الشام بوليس عندك واحد المشكل مشكل؟ زيد اسكت انت كيفاش المشكل؟ انت مخلص الموضوع التليفون والانترنت. شوف اخويا راه خليني واحد يطيبو تيتغسلو واسر بينا اخويا مشكل؟ انت مدوس لك ديال الضو التليفون مخلطهم اربع شهور ديال الضو ما مخلصهاش وزيد داير راسك ما فاهم والو فهمتي؟ وانت والله ما فهمتي حاجه. وانت شوف شنو درتي خلطتي كلشي العروقه ديال الشرايين ديال الدم ديال الضو تحرقوا لي يا بنادم. اه ناري وانت راه ماشي انا اللي درت هذا الشيء وفهم من اصاحبي فهم ماشي انا. لا لا وقيلا انا اللي درت هذا الشيء كامل واش انت حماق ولا مصفق ولا مضرب بالاونز اقول مال امك. وييف. عاد اسمع المهم غادي نعطيك هذا الكتاب وغادي تكتب سميتك وكنيتك والتاريخ الاس ديال عفا ولدي واخا يلا هاك. واحد الوريقة صفيفرة زويونة يا السدعة. واه السدعة من المحكمة؟ لا من المدرسة صغير معايا بنادم وراه نسيت واحد الخطية ديال 10000 درهم وواحد القضية نقطع لك الضو. تهلا ليا فراسك ستعسك سعيدة تهلا. وكيفاش ستعسك سعيدة؟ قول لي شنو هاد التخرميز اصاحبي؟ هذاك التخرميز كامل 7000 درهم والسدعة والضو مقطع وياك ما نزيدك شي حاجة أخرى هاك يلا هاك خوذها. لا لا بلاش بلاش. واخا اجي فين غادي نقدروا نتفاهموا قول شنو المعمول؟ شنو بالك؟ نقدروا نتفاهموا انا وياك اصاحبي. لا لا ما تتفاهمش عندي نيشان. اه صافي فهمتك قولها من الصباح اصاحبي قول لي شحال بغيتي. عقل ديك النهار قلبتيني في 100 درهم وجوجنا برده ل 160 مسخوط. وغادي نعطيك 40000 ما تتشوفش بنادم راك واش تيشوف فينا هنا. وشنو دابا شنو درنا؟ صافي القضية مزيانة غدا الصباح دوز عندي.